واليوم المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وهما قطب هذا العالم بالتأثير، يقودان ولله الحمد المنة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وأيضا الرئيس الأمريكي العالم والإنسانية إلى مرافق الأمن والسلام والاستقرار والرخاء. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يسدد الخطى وأن يبارك في الجهود وأن ينفع بهذا المؤتمر وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق وأن يديم الأمن والسلام العالم أجمع والدول كلها. إنه جواد كريم، شكرا للإخبارية، شكرا لك خالد على هذا اللقاء، ونسأل الله أن ينفع به وأن يبارك في الجهود.